وحسام عاشور بيعمل ايه في النادي الاهلي؟ فجأة كده السوشيال ميديا اتقلبت امبارح، حسام عاشور موجود في النادي الاهلي، يا ترى بيعمل ايه؟ كتيرة بقى العاطفة والحنان اخدوهم، وحسام عاشور يستحق الرجوع للنادي الاهلي. البعض التاني يقول لك مين يا عم اللي يرجع النادي الاهلي؟ ابدا اطلاقا. الجماهير انقسمت ومش عارفين ايه السبب، وكل الناس بتسأل. لكن يا مان الحكاية وما فيها كابتن حسام عاشور، هقول كابتن لانه كان يوم من الايام كابتن النادي الاهلي وليه مننا كل الاحترام، اكتر لاعب اخد بطولات مع النادي الاهلي، فاحنا مش هننكر. كان معدي هو وبنته من امام النادي الاهلي، بنته قالت له انا نفسي اتصور في النادي الاهلي. بما ان هي ما شافتش الكابتن حسام عاشور وهو بيلعب في النادي الاهلي وما دخلتش النادي خالص، كابتن حسام عاشور وقف عربيته ونزل ويصورها امام النادي الاهلي. واحد من اللي موجودين في النادي شاف الكابتن حسام عاشور طبعا ازاي يتصور من بره كده، دخلوا النادي الاهلي. موجود ثلاث لعيبه من النادي الاهلي سلم عليهم، البنوته اتصورت، خلص الموضوع علشان الكلام الكتير اللي بيتقال. هي دي كل الحكايه وكل